بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع مهم جدا، وهو موضوع الفتوى وأحكامها، ومن الذي يسوغ له أن يفتي، لأن الناس بحاجة إلى من يفتيهم، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بيّن الله في هذه الآية أن الذي يسأل هو الذي لا يعلم، إن كنتم لا تعلمون، ولا يسعه أن يبقى على جهله أو أن يتخرص من عنده، لأنه ليس عنده علم، وعدم العلم يوقع في الضلال. وأيضا يؤخذ من الآية أنه لا يفتي إلا أهل الذكر، أهل العلم. اسألوا أهل الذكر، والمراد بأهل الذكر أهل العلم. فهذه الآية بيّنت صفة المستفتي وصفة المفتي. والفتوى عند علماء الأصول هي بيان الحكم الشرعي مع دليله، بيان الحكم الشرعي مع دليله، من غير إلزام. يبين الحكم الشرعي مع دليله للناس وللمستفتين، والمفتي لا يلزم الناس، إنما الإلزام للقاضي. ولذلك قالوا: القضاء هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به. هذا هو فرق ما بين الفتوى والقضاء. ويشترط في المفتي أن يكون عالماً بالحكم الشرعي من أدلته التفصيلية من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فلا يجوز لمن لم يبلغ هذه المرتبة أن يتولى الفتوى. والفتوى على قسمين: فتوى في أمور عامة للناس، وفتوى في أمور فردية للأشخاص. وكلا النوعين لا بد أن يصدر عن علم وعن علماء حتى تنضبط الأمور، ولكن الأمور العامة لا يدخل فيها حتى العلماء الذين لم تسند إليهم، الذين لم تسند إليهم الفتوى في الأمور العامة
لا يجوز للعلماء أن يفتوا فيها، لأن هذا يحدث البلبلة الاختلاف، إنما يتولى الفتوى فيها من وكل إليه أمرها من أهل العلم ومن أهل الرأي المصيب. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمور العامة لا يصلح أن تكون الفتوى فيها فوضى، لأن هذا يحدث عند الناس إساءة الظن بالعلماء نظرا لاختلاف المفتين فيه. فإذا حصرت هذه الأمور في طائفة معينة من أهل العلم انضبطت وصارت لها حرمتها وهيبتها. أما الأمور الفردية وهو النوع الثاني من الإفتاء، فبإمكان الإنسان إذا عرض له إشكال أن يختار من أهل العلم من يثق بدينه وعلمه فيسأله، أن يختار من أهل العلم الموجودين من يثق بعلمه وبدينه فيسأله ويصدر عن فتواه. فلا يجوز للجهال والمتعالمين والمبتدئين في طلب العلم، لا يجوز لهم أن يدخلوا في الفتوى بنوعيها، الفتوى العامة والفتوى الفردية الخاصة. هم في عافية، وكان السلف الصالح على علمهم وغزارة فقههم كانوا يتدافعون الفتوى، وكل منهم يحيل على الآخر لأجل أن يسلم هو ويسند الأمور إلى أهلها. فكانوا يتدافعون الفتوى ويتحرجون من الفتوى، إلا إذا بلغت الحال الضرورة فإنهم يتقون الله جل وعلا ويفتون بما أدى إليه اجتهادهم ويتحرون الأدلة من الكتاب والسنة ويفتون على ضوئها. هذه حالة السلف رحمهم الله، كانوا لا يتسرعون إلى الفتوى. إن كانت الفتوى منوطة بجهة معينة فإنهم يرجعونها إليها، وإن كانت غير منوطة بفئة معينة فكانوا يحيلون على من هو أعلم منهم ولا يعتبرون هذا من الغضاضة أو من النقص، وإنما هذا يدل على فضلهم وعلى خوفهم من الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام أحمد رحمه الله على سعة علمه تبحره في العلم كان لا يفتي إلا إذا وجده مسبوقا من الصحابة والتابعين ومن قبله من العلماء، إذا كان مسبوقا بالفتوى فإنه حينئذ يفتي على ضوء ما بلغه.
كل هذا من ورعه رحمه الله، تقديره للفتوى وخطرها، لأن الذي يفتي يخبر عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حكم بكذا، فهو يخبر عن حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن لا يصيب حكم الله وحكم رسوله، لذلك كانوا يتحرزون ويتحرجون من شأن الفتوى إلا عند الضرورة. لأن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، بل هو أكبر الكبائر. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك، لأن الشرك نوع من القول على الله بغير علم. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالفتوى بغير علم خطرها عظيم، توقع المفتي في غضب الله لأنه قال على الله بغير علم. وقد قال الله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. قد يقول: أنا لم أتعمد الكذب. نقول له: حتى ولو لم تتعمد، إذا أفتيت بغير علم فهذا كذب، تعمدته أو لم تتعمده، قول على الله بغير علم أو على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فعلى كل حال الأمر خطير جدا. وفي الأثر: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فعلى الذين يتصدون للفتوى ويتسابقون إليها أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن ينظروا مواقع أقدامهم لئلا تزل بهم في نار جهنم. فليست المسألة مسألة فتوى وذهبت راحت، لا، المسألة مساءلة أمام الله سبحانه وتعالى: لما حرمت كذا، لما حللت كذا، لما أفتيت علي بكذا. ولله المثل الأعلى. أنت لو تأتي على الناس وتقول: إن الملك أمر بكذا أو نهى عن كذا أو منع من كذا، وأنت كاذب في ذلك، أو ليس عندك إثبات، خلنا من كاذب، ليس عندك إثبات أن الملك أصدر ما تقول،
ماذا تكون عقوبتك عند الملك؟ وماذا يكون موقفك أمام الملك إذا استدعاك وناقشك في هذا الأمر؟ هذا وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه؟ والملك قد لا يدري عنك أيضا، لكن الله جل وعلا يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فننصح إخواننا من طلبة العلم والذين يتسارعون إلى الفتوى في وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يوقعوا الناس في الفوضى، لأنهم لا يكونون على رأي واحد، كل يفتي بجهة يضطرب المجتمع. وهذا حصل الآن، يقولون نحن نسمع فلان قال كذا، بينما نسمع فلانا قال كذا، بينما نسمع ثالثا قال كذا، فمن نأخذ بقوله؟ أصبحت المسألة مرتبكة. أما لو توحدت الفتوى وقصرت على أهلها من أهل العلم لم يحصل شيء من هذه الفوضى. هذا في الدنيا، فكيف بالمقام بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فعلى إخواننا هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه ويحمدوا الله على العافية، ما دام أنهم في عافية فلا يورطوا أنفسهم ويورطوا غيرهم، عليه من يتقوا الله. والإنسان إذا كان في عافية حتى ولو كان عنده أهلية، العافية لا يعدلها شيء، فكيف إذا كانت الأهلية ناقصة أو ليس هناك أهلية أصلا؟ إن هؤلاء لا يعرفون مقام الفتوى، ولا يعرفون آثارها، ولا يعرفون مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى. ولو عرفوا ذلك ما أظنهم يتجرؤون، ولكن غاب عنهم كل ذلك. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه، لا سيما إذا كان الإنسان يقصد الشهرة، يظهر أمام الناس في وسائل الإعلام ويفتي، يقصد بذلك أن يعرف وأن يشتهر، فهذه مصيبة عظيمة. هل يبيع الإنسان دينه من أجل الشهرة أو من أجل أن يعرف؟ هذا يدل على عدم الإخلاص لله عز وجل. المخلص لله لا يحب أن يشتهر ولا يحب أن يعرف، بل يحرص على ألا يظهر شأنه أمام الناس ولا يعرف، ويجعل تعامله مع الله جل وعلا دون الناس. وكما ذكرت لكم، العافية لا يعدلها شيء، فإذا كان الإنسان معافا من هذا الأمر فإنه يحمد الله على العافية ويبتعد عن هذه الأمور، إلا إذا كلفه ولي الأمر بهذا وكان عنده أهلية فإنه يلتزم. أما أنه يتقدم ويطلب ويفتح للناس الباب ويعلن للناس على الخط الفلاني، على
ما الباب الفلاني فلان يستقبل الأسئلة ويجيب عليها، هذا من العجب، هذا والله من العجب، هذا يدل على عدم المبالاة وعلى عدم تقدير الفتوى واحترامها، فالأمر خطير في هذا وخطير جدا. هذا بالنسبة لإخواننا من طلاب العلم والعلماء في المملكة، وهم ولله الحمد ولا نزكي على الله أحدا من أوثق الناس ومن أحرص الناس على براءة الذمة، لكن نقول لهم العافية لا يعدلها شيء، إلا إذا ابتليتم وتعين عليكم الأمر، إذا ابتليتم وتعين عليكم الأمر ولم يوجد من يقوم به غيركم، حينئذ اتقوا الله واستعينوا بالله، وأيضا لا تتسرعوا، لا تتسرعوا، لا يكون الجواب حاضرا على طول، بل عليك أن تتأنى إلا في الأمور الواضحة. أما الأمور التي تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى تثبت، فلا تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، فإذا لم يكن نزل عليه وحي من الله في هذه المسألة أجل الجواب حتى ينزل عليه الوحي، حتى ينزل عليه الوحي من الله جل وعلا، وهذا معروف. وكذلك الأئمة العلماء كانوا يؤجلون الفتاوى والإجابات حتى يتثبتوا وحتى يتشاوروا فيما بينهم، حتى لا يقع الإنسان في الخطأ أو يوقع غيره في الخطأ. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، فسأله عن 40 مسألة، فأجاب عن 4 مسائل، وقال عن 36 مسألة لا أدري. فقال الرجل: أتيتك، أكللت راحلتي وأتيتك من مسافة بعيدة وتقول لا أدري؟ قال: اركب راحلتك وارجع إلى البلد الذي جئت منه، فقل سألت مالكا وقال لا أدري، قل للناس سألت مالكا فقال لا أدري. هكذا الأئمة، لأنهم لا يريدون الشهرة ولا يريدون، إنما يريدون براءة الذمة ويخافون الله سبحانه وتعالى. اليوم ما أظن لو جاءت هذه المسائل إلى واحد منا يبي يتوقف عن أي واحدة، وسيجيب عنها في 5 دقائق 40 مسألة. يعني هذه غزارة علم. هل إنه صار أعلم من الإمام مالك؟ فالمسألة تدل على تساهل، تدل على التساهل في الفتوى. الذي أريد أن أقوله لإخواني طلبة العلم والعلماء في هذه البلاد المباركة أن يقدروا مقام الفتوى، وأن يتشاوروا فيما بينهم فيما أشكل، وأن يراجعوا كلام أهل العلم. أما الإجابة الفورية، الإجابة الفورية وأنت أمام الناس على الشاشة، فهذا محل للزلل، محل للزلل. تجيب على كل مسألة في لحظة واحدة أمام الناس، والمصيبة
ما هو باللي يرونك عشرة ولا عشرين، أو ما يراك إلا الذي سألك، يرونك العالم كلهم في هذه الشاشات، أو الكتابة التي تكتبها في الصحف تنتشر في العالم. كم يبي يتأثر بهذه الفتوى من الناس؟ فعلينا أن نقدر هذه الأمور، نحترم الفتوى ونتقن الأمر حتى لا تحصل هذه البلبلة. هذا أقوله لإخواني في داخل المملكة. أما من يسألون من خارج المملكة في الفضائيات وفي الصحف والجرائد فحدث ولا حرج، وبعضهم يقصد التضليل لأن عقائد أكثرهم ليست صحيحة وفاسدة، ويريدون أن ينشروا العقائد الفاسدة، ويريدون أن يؤثروا على أهل السنة والجماعة. فالحذر الحذر من هؤلاء، الحذر الحذر من هؤلاء، فإنهم بين أمرين: إما أن يكونوا جهالا ليس عندهم علم إلا أنهم مثقفون كما يقال، وإما أنهم ضلال يريدون أن ينشروا الضلال وينشروا العقائد الباطلة، وأن يفتحوا للناس باب الشهوات المحرمة، وينشروا في الناس شبهات في العقيدة، والشبهات في المعاملات. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. الأمور الواضحة مثل الزنا حرام وفاحشة، كل يعرفه، الربا، الرشوة، هذه أمور واضحة، الميتة، لحم الخنزير، الدم، هذه أمور واضحة لا يعرفها العامي والمتعلم، لأن الله نص على تحريمها. وهناك أمور مباحة كالماء والعسل والمذكات التي ذكاها مسلم أو كتابي، أو الأطعمة والأقمشة، والأصل فيها الحل واضحة. فأحل الله البيع، حرم الربا، لكن الأمور المشتبهة التي تتجاذبها أدلة لم يتبين حكمها، هذه توكل إلى أهل العلم. ما في شيء لا يعلم، لكن لأن الله أنزل الشريعة كاملة، لكن الذين يعلمون هذه الأمور هم النوادر من العلماء، لا يعلمهن كثير من الناس. ما قال لا يعلمهن الناس، قال لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن بعض الناس يعلمونها وهم العلماء المتمكنون من فهم الكتاب والسنة. فهؤلاء يرجع إليهم ويسألون عن المشتبهات، وإذا لم تجد أحدا تسأله توقف عنها واتركها حتى يتبين لك أمرها. والله جل وعلا أغنانا بحلاله عن حرامه، وكفانا بفضله عمن سواه. فالأمور المشتبهة لنا عنها مندوحة حتى يتبين أمرها.
فأعود وأقول ولا أريد أن أطيل، إن أمر الفتوى أمر خطير قد تساهل فيها كثير من الناس، وفتح فيها المجال لكل من هب ودب أن يفتي بلا رادع ولا وازع إلا من رحم الله عز وجل. فالخطر شديد والخطب كبير إن لم يتنبه المسلمون لهذا الأمر ويستدركوه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يبارك في علم شيخنا وينفعنا وإياكم وإياه بما قال وبما سمعنا. يسرنا أن نعرض بعض الأسئلة التي وردت على معالي الشيخ مما يتعلق بالمحاضرة أولا، والتي كانت بعنوان الفتوى بين الشرع والهوى. هذا سائل معالي الشيخ يقول: هل يجوز للإنسان أن يستفتي أكثر من عالم في المسألة الواحدة من أجل الاطمئنان والارتياح للفتوى؟ لا ينبغي ولا يجوز أنه يسأل أكثر من عالم في مسألة واحدة، لكن عليه كما ذكرنا أن يختار من يثق بعلمه ودينه فيسأله ويقف عند جوابه، يقف عند جوابه، لأنه قد اجتهد في تحري المفتي وذكر له الجواب فيأخذ به ولا يذهب إلى فلان وعلان، لأنه سيرتبك ويتحير. فإذا سأل من يثق بعلمه ودينه كفى هذا. نعم. والأمور الموكولة إلى جهات مخصوصة من أهل العلم يرجع فيها إلى تلك الجهات، يرجع فيها إلى تلك الجهات ويأخذ بفتواها. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: إذا سمعت عالمان أثق بدينهما وأمانتهما وورعهما وقد أفتى أحدهما بالجواز والآخر بالتحريم، هل يسوغ لي أن أختار ما شئت؟ لا أظن هذا واقعا، ما أظن عالمان تقيان سيختلفان، فإن اختلفا فلا بد أن أحدهما مخطئ أو أنه لم يبلغ المرتبة التي بلغها من قبله. أما عالمان بالمعنى الصحيح تقيان لا أظنهما يختلفان في هذا. وكما ذكرت لكم إذا سألت من أولاً، إذا كان الأمر موكولاً إلى جهة فإنك ترجع إلى تلك الجهة ولا ترجع إلى غيرها. ثانياً إذا كان الأمر ما هو موكول إلى جهة، أمور طارئة وخاصة وفردية، فأنت تختار من تثق بعلمه وتسأله ولا تذهب إلى عالم ثاني. نعم. هذا سائل معالي الشيخ يسأل عن الجهاد في بلاد العراق وحكم من أفتى من بعض العلماء بأن ما يحصل في العراق أنه جهاد. لا شك أن ما يحصل في العراق أنه ابتلاء عظيم ومحنة كبيرة على إخواننا أهل السنة، فقد ابتلوا ووجهت إليهم السهام والمدافع والإبادة. نسأل الله أن يخلصهم وأن ينصرهم على من عاداهم. لكن أمر الجهاد هذا من أصول العقيدة، وهو موكول إلى ولي أمر المسلمين، فإذا أمر به ولي أمر المسلمين وجند له الجنود وأعد له الأسلحة ووجه الغزاة حينئذ يشرع الجهاد. أما الفوضى وكل يذهب ويجاهد تحت راية من ستنضم إليه؟ من الأمور هناك فوضى،
وفتنة وشر، فالأمور مضبوطة، أمور الدين مضبوطة، ما هي فوضى. فإذا أمر ولي أمر المسلمين، ولي أمرنا في هذه البلاد، أمر بالجهاد وجهز له وجند له الجنود، فمن عنده أهلية يتقدم للاكتتاب، وهذا هو الجهاد في الإسلام، يكون تحت إمرة ولي أمر المسلمين. نعم. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يغزون ولا يجاهدون إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان المسلمون في مختلف العصور يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ويخترقون أمره ويجاهدون بدون إذنه، هذا ما كان عند المسلمين. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا سائل يسأل عن ما انتشر في الآونة الأخيرة من تفسير الأفلام، ومن وجود بعض القنوات المتخصصة في تفسير الأحلام والرؤى، وما يدعونه، وهل هذا داخل من الفتوى بغير علم؟ تفسير الأحلام ليس من الفتوى، وإنما هو من الفراسة، من الفراسة وغلبة الظن، فهو ليس من الفتوى. والأحلام ليست سواء كما قال ابن القيم رحمه الله، الأحلام ثلاثة أقسام، منها ما هو حديث نفس، تكون تفكر في الشيء وأنت متيقظ مهتم به، فإذا نمت جاء على بالك، هذا حديث نفس لا يلتفت إليه. الثاني، وهذا حديث نفس ويسمى أضغاث أحلام، أخلاط يعني. الثاني ما يكون من الشيطان، قد ينام الإنسان ولا يذكر الله ولا يأتي بالأذكار التي عند النوم، لا سيما قراءة آية الكرسي، فيتسلط عليه الشيطان ليكدر عليه نومه وليزعجه، فيأتيه بأحلام مزعجة. هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يغير جنبه الذي هو نائم عليه إلى الجنب الآخر، وأن ينفث عن يساره ثلاث نفثات، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شر ما رأيت، ثالثا ألا يذكر هذا للناس ولا يعبره، بل يكتمه ويتركه ولا يضره بإذن الله، لا يحدث به أحدا ولا يفسره هو، بل يتركه ويرفضه نهائيا. النوع الثالث ما يجري على يد الملك، ملك الرؤية، وهذا حق، هذا صحيح، من ذلك ما جرى للخليل إبراهيم عليه السلام من الأمر بذبح ابنه، وما جرى ليوسف عليه السلام، وما جرى للملك في وقت يوسف، فهذا يكون على يد الملك، ملك الرؤيا. فإذا كان يسر الإنسان هذا فإنه يخبر به من يحب، لأنها رؤيا سارة، ويخبر بها من يحب، ويطلب من المعبر أن يعبرها له. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه أسئلة تسأل عن ما هو الواجب على من يسمع من أشخاص أو طلاب علم يسمع منهم تنقيصا لبعض الدعاة والعلماء، وما هو الواجب على من يسمع مثل هذا الكلام؟ الواجب النصيحة، إذا رأيت إنسانا يقع في أعراض الناس عموما وفي أعراض العلماء خصوصا، فعليك أن تنصحه وأن تقول له هذه غيبة محرمة، قد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه،
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وغيبة العلماء وولاة الأمور أشد، لأنها تقلل ثقة الناس بالعلماء وبولاة الأمور، وتوقع العداوة في المجتمع بعضهم على بعض، فيها فساد كبير. والغيبة لأفراد الناس أيضا فيها أكل للحوم الناس، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فإذا رأيت من يتكلم بهذه الأمور فعليك أن تنصحه، فإن امتثل وترك هذا الأمر وإلا تترك المجلس ولا تجلس معه ولا تحضر هذه المجالس التي همها الغيبة والنميمة والوقيعة في خيار الناس من ولاة الأمور ومن العلماء، فضلاً عن الوقيعة في أعراض المسلمين. نعم، بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا سائل يسأل عن الفرق بين الرقية الشرعية وغير الشرعية. الرقية الشرعية ما كانت بالقرآن، والأدعية الشرعية هذه هي الرقية الشرعية، ما كانت بالقرآن والأدعية المشروعة. والرقية غير الشرعية ما كانت بالسحر أو بالكهانة أو بأسماء الشياطين ونداء الشياطين والاستغاثة بهم وبالطلاسم والألفاظ المجهولة، هذه شركية وغير شرعية ويجب المنع والامتناع منها. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: لما انتشر المفتون في القنوات الفضائية والصحف والإذاعات، كيف يترك هؤلاء بدون رقيب يفتون ويجادلون عن فتياهم؟ هذا يرجع لولاة الأمور، أسأل الله أن يوفقهم لضبط هذه الأمور وتنبه لها، راجع لولاة الأمور فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه. هناك أشياء لا يقدرون عليها وهي الفضائيات التي تأتي من الخارج، هذه لا يقدرون عليها لأنها تأتي بالبث، لا يمكن أن يسيطر عليها، لكن على المسلمين أن يحذروها، أن يحذروا منها. إنما السيطرة تكون على وسائل إعلامنا، ولاة الأمور يقدرون أن يسيطروا على وسائل إعلامنا في الداخل، وفقهم الله لذلك وأعانهم. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: أنا من أصحاب الخيل، هل يجوز لي في السباق أن أستخدم بعض الأشياء الممنوعة نظاما كالإبر المسكنة؟ كما سؤال أيضا ثاني: هل يجوز خصاء الخيل من أجل السباق؟ المسابقة على الخيل وأخذ الجوائز عليها في الأصل مشروعة، لأنها من أدوات الجهاد ومن دواب الجهاد، والتمرن عليها تمرن على الجهاد في سبيل الله. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والسبق هو الجائزة على في نصل وهو الرماية، أو خف وهو الإبل، مسابقة على الإبل، أو حافر وهو الخيل، لأن الإبل والخيل من دواب الجهاد، تعلم ركوبها والغارة عليها والكر والفر عليها هذا تمرن على الجهاد. فأخذ الجوائز عليها بهذا القصد، إذا كان القصد التمرن على أمور الجهاد فهذا مشروع، أما إذا كان القصد منها تحصيل الدراهم فقط ولا يتعلم عليها ناس للجهاد، وإنما يركبها أطفال أو أجانب ما جاء بهم فقط
لأجل أن تسبق الفرس لا أن يسبق الراكب أو يتعلم الراكب، هذه ليست من المسابقة المشروعة، ليست من المسابقة المشروعة. وأما خصاء الخيل هذا لم نعلم به، وهو فيه تعذيب للحيوان، وأيضا لأجل أن يسبق هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تعذيب للحيوان والغرض ما هو صحيح، وهو من أجل أن يسبق. الخيل تسبق ولو ما خصيت إذا كانت أصيلة ومدربة. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا سائل يسأل عن عبارة يتداولها الناس، وهي حط بينك وبين النار مطوع. هذا كلام عامي وباطل، معناه باطل. المطوع ما يمنعك من النار يوم القيامة، ولا أحد يقي من النار يوم القيامة إلا تقوى الله جل وعلا والأعمال الصالحة، ترك الأعمال المحرمة، هذا الذي يقي من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لماذا نقي أنفسنا من النار؟ بتقوى الله عز وجل. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، لا ينجو منها إلا أهل التقوى، ولا أحد يمنع من النار إلا الله جل وعلا، ثم الأعمال الصالحة وتقوى الله عز وجل. وكلمة حط بينك وبين النار مطوع، أو أنت سأل فلان وتذممك فلان، هذا كله كلام باطل ولا يجوز. لا يجوز لك أن تأخذ فتوى وأنت لا تثق منها ولا من قائلها، لا يجوز لك هذا. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا سائل يسأل عن حكم مشاهدة القنوات الفضائية التي تبث الكهانة والسحر للإطلاع والمعرفة، وهل يعتبر مثل إتيان الكهان المنهي عنه؟ هذا أمر خطير ولا يجوز، ولا يجوز أنك تجعل في بيتك قنوات تجلب هذه الشرور على أولادك وأهل بيتك وعلى نفسك أيضا، هذا لا يجوز. والاطلاع على هذه الأمور لا يجوز، لأنك إذا اطلعت تأثم وتبتلى بها، وقد تألفها ولا تصبر عنها فتنة، فعليك بلزوم العافية وإبعادها عن بيتك. وأيضا إذا نظرت إليها ولم تنكرها فإنك حينئذ تكون مثل أهلها، تكون مثل أهلها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا لم تنكرها ولا بقلبك فأنت مثل أهلها. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. وأي كفر أشد من السحر والكهانة؟ أن إذا رأيتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا خطر عظيم، وعليك بالابتعاد وإبعاد من تقدر على إبعاده عن هذه الفضائيات، وتطهير بيتك ومكانك منها. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا سائل يسأل: إذا كنت أشاهد بعض القنوات الفضائية وبها بعض البرامج الإفتاء، كيف أفرق بين أهل العلم الذين يؤخذ بفتاواهم من غيرهم؟ توقف عنها ما دام لا تعرف هؤلاء، إنك تتوقف عنها جملة كلها، توقف عنها ولا تأخذ إلا عن من تثق بعلمه ودينه. نعم، معالي الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الاحتساب في مسائل الخلاف، وهل الاحتساب فرض أم مستحب؟ كيف؟ يقول: ما حكم الاحتساب في مسائل الخلاف، وهل الاحتساب فرض أم مستحب؟
الاحتساب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا لا تنظر للخلاف، انظر إلى ما كان العمل عليه في البلد، ما كان العمل عليه في البلد والفتوى عليه في البلد فإنك تمشي عليه وتمنع من مخالفته. المسألة ما هي فوضى، فإذا كان هناك اختلاف والبلد أخذ بأحد الأقوال أو أفتى علماؤه بأحد الأقوال فلا تخرج عن هذا، خذ بالقول الذي عليه العمل في البلد والمفتى به في البلد. نعم. والذين يدخلون بلادنا مأخوذ عليهم العهد أنهم لا يخالفون ما يسير عليه البلد، لا يخالفون ما يسير عليه البلد في المعاملات وفي المظاهر وفي أمور الدين، من باب أولى مأخوذ عليهم العهد لا يخالف ما عليه البلد من الأمر بالحجاب والأمر بالصلوات وحضور الصلوات في المساجد، هذا الذي عليه العمل في هذه البلاد ولله الحمد. نعم. أسئلة كثيرة معالي الشيخ تسأل عن بعض القنوات، وهل يجوز تركيبها في البيت؟ وأيضا والبلد بلدنا ولله الحمد، ما هي بلدهم يظهرون فيها مذاهبهم ويظهرون فيها عاداتهم، البلد بلدنا وهم دخلوها بعهد إنهم يلتزمون في هذا الشيء فيلزمون به ولا يسفرون عن البلد ولا ينشرون الفوضى في مجتمعنا. نعم. هذه أسئلة بارك الله فيكم معالي الشيخ كثيرة عن تركيب بعض القنوات الفضائية مثل القنوات الرياضية وقناة المجد وغيرها. أنا أحذر من هذه القنوات وأنصح بالابتعاد عنها ولا يفتح المجال لشيء منها، لأنها لا تجر خيرا وإنما تجر شرا، وبعضها يجر إلى بعض ويسهل بعضها بعضا. نعم. ما رأي معاليكم في قناة المجد بارك الله فيكم؟ لا أعرفها ولا أتعامل معها، أنا لست أتعامل معها ولا أعرفها. نعم. هذا السؤال لمعالي الشيخ، لماذا لا يكون هناك إفتاء من هيئة كبار العلماء في قضايا الأسهم والقضايا المالية؟ ما يطيعون الناس يبون الدراهم ويبون الطمع، حتى لو صدر فتوى وهي تخالف رغبتهم ما يأخذون بها، وقد صدرت فتاوى كثيرة، وهذا كتاب الله يتلى ليلا ونهارا وخطب الجمع والمواعظ والمحاضرات، لعل الله أن يهدي هؤلاء ويردهم إلى الصواب وأن يقنعهم بالحلال عن الحرام. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم معالي الشيخ، ما حكم المشاركة في مسابقات الصحف والمجلات سواء كان باشتراك شهري أو سنوي أو كانت الجريدة تأتي إلى مقر العمل؟ الذي يدفع للجريدة أو يتصل على الجريدة بدراهم ثم يأتيه دراهم أكثر منها هذا يعتبر من القمار، هذا يعتبر من المسابقات التي هي الميسر والقمار، وهذا هو الذي يجري عليه عملهم، أنك تكلم، والتكليم هذا له حساب، وإذا كثرت المكالمات كثرت الدراهم عندهم فيأخذون قسطا يسيرا مما تجمع لديهم ويجعلونه جائزة يعطونها لمن فاز بزعمهم، فهم يأخذون من أموال الناس ويعطون بعض الناس قسطا منها والباقي يأكلونه، فهي من أكل أموال الناس بالباطل. نعم. هذا السائل معالي الشيخ يسأل عن رأي معاليكم في اللجان الشرعية التابعة لبعض البنوك وما الجدوى في أخذ ما يصدر منهم. أنا قلت لكم الأمور العامة لا بد أن تصدر الفتوى فيها من الجهة المختصة المخولة للإفتاء من ولي الأمر، فإذا كانت هذه اللجان قد خولت من ولي الأمر وفوضت من ولي الأمر فيؤخذ بفتواها، أما مجرد أنها هي كونت نفسها بدون إذن من ولي الأمر
وبدون رقابة من العلماء فلا يؤخذ بفتواه. نعم. هذا سائل معالي الشيخ، في بعض الأحيان عندما نذهب إلى المساجد نجد في طريقنا من العاملين في شركات المقاولات نأمرهم بالذهاب إلى المسجد فيقول لست مسلما، كيف هو تعامل المسلم مع غير المسلم في هذه البلاد؟ غير المسلم مأخوذ عليه أنه ما يتظاهر في بلاد المسلمين بما يخالف الإسلام، مأخوذ عليه هذا، وأنه ما يشتغل وقت الصلاة، أنه ما يشتغل وقت الصلاة، يوقف العمل، هذا مأخوذ عليه. فعليك أن تبلغ مراكز الهيئة والسلطة في البلد ليطبقوا عليه النظام. نعم. أسئلة كثيرة معالي الشيخ ترحب بقدومكم ومجيئكم إلى هذه البلاد، ويطلبون منكم تكرار هذه اللقاءات لما يرونه من نشر علم نافع، وهو وسيلة أيضا إلى الالتقاء بالعلم وأهله، وأيضا محبة لأمثالكم معالي الشيخ. هذه البلد ولله الحمد بلاد العلم والعلماء ومعروفة بهذا، وفيها خير كثير، لكن لا مانع من المشاركة إذا أمكن، لأن المشاركة في الخير خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف الأسئلة التي تم اختيارها على معالي الشيخ في هذا اللقاء المبارك. هذا السائل يقول قرأت مقالا لمعاليكم بعنوان حقوق المواطنة، وقلتم عن غير المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولم أفهم ما المراد. لهم ما لنا وعليهم ما علينا من الحقوق، من ضبط الأمن، وأننا نؤمنهم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم كما نؤمن المسلم على دمه وماله وعرضه، وأن لا نعتدي عليهم وأن نمنع من يعتدي عليهم، فهم مثلنا في الأمن وعدم الإساءة إليهم وعدم ظلمهم، هذا معنى لهم ما لنا وعليهم ما علينا. نعم. أسئلة كثيرة معالي الشيخ تسأل عن رأيكم في الاكتتاب. إيش الاكتتاب؟ اكتتاب في الأسهم في الشركات القائمة والحالية والمستقبلة. أنا لا أفتي في هذه المساهمات وهذه الأسهم التي عج بها الناس وطاروا بها، وبعضهم أصيب بالخسارة والنكسات، أنا لا أفتي فيها من الأصل، وأقول خلوكم في الأمور الواضحة، اللي يبي يبيع ويشتري ويستثمر ماله الحمد لله في الأمور الواضحة، إن الحلال بين والحرام بين، يستثمر في العقارات، في الدكاكين، في الأقمشة، في المحلات البيع والشراء، في الأسواق، في المواشي، يبيع ويشتري في هذه الأمور الواضحة التي لا لبس فيها. نعم. هذا معالي الشيخ يسأل يقول سمعنا بالفترة الماضية من يذكر أن الأمطار التي نزلت على بلادنا أنها نتيجة لاستمطار السحب أو استحلاب السحب، ما رأيكم في هذا الكلام وما حكم الشرع فيه؟ هذا من جاء من عنده، جاء من عند الكفار، خبر جاء من عند الكفار، والكفار لا نصدقهم، وهذه السماء موجودة، وهذا وين المطر وين السحاب وين، هذا كذب على الله جل وعلا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ إذ يجي أحد يقول لا نحن المنزلون ما هو بنت، اسأل الله العافية. نعم. نعم أنا بسامح. نعم. معالي الشيخ هذا سائل يقول انتشرت هذه الأيام على كثير من جوالات الشباب مقاطع فيها تقليد لأحد كبار العلماء. نعم. مقطع بأحد الجوالات. نعم. مقطع فيه سخرية واسلوب فيه فكاهة وكلام مخالف للشرع مع تلاعب بالآيات، وقصدهم في ذلك إضحاك الناس. نسأل الله العافية. الواجب أنه
يحفظ هذا الشريط ويبلغ للمسؤولين، يبلغ للمسؤولين ليؤخذ على يد صاحبه. استهزاء بآيات الله والاستهزاء بأهل العلم. نعم. هذا سائل يقول لو قصرت الفتوى على دار الإفتاء لا تكفي لعموم الناس، فالمطلوب أمام كثرة الناس وكثرة وسائل الإعلام أنه يفتح المجال لبعض طلاب العلم والمشايخ المتمكنين. أنا قسمت الأمور إلى قسمين، أمور عامة للأمة هذه لا يفتي فيها إلا الجهة المختصة الموكول إليها النظر بهذا، كهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة والقضاة في المحاكم. أما الأمور الفردية، الأمور الفردية فهذه كما ذكرنا تختار من أوثق من تجد وأعلم من تجد في البلد تسأله عن ذلك. نعم. هذا سائل يسأل معالي الشيخ عن رأي سماحتكم في خضاب اللحية باللون القريب من الأسود كالكتم والبني. الأسود غير الخالص كالكتم غير الخالص لا بأس به، أما الأسود الخالص فهو الممنوع. قال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فالسواد الخالص لا يجوز. أما الحمرة والصفرة والأسود غير الخالص فهذا لا بأس به. نعم. هذا سائل يسأل يقول ماذا يقال للشخص الذي يلتزم بفتوى بعض الأفراد ولا يقبل خلافها حتى لو كانت باطلة؟ نعم. ماذا يقال للشخص، أو ما رأيكم في الشخص الذي يلتزم بفتوى بعض الأفراد ولا يقبل خلافها حتى لو كانت باطلة؟ إذا كان الشخص ممن يوثق بعلمه وتقواه وخوفه من الله فلا بأس بالاقتصار عليه، أما إذا كان لا ينطبق عليه هذا الوصف، ليس عنده علم أو عنده علم وليس عنده تقوى فلا يجوز الأخذ بقوله لأنه ليس محلا للثقة. نعم. وهذا السائل يقول ما هو الدليل على أن الجهاد يشترط له إذن الإمام؟ لأن المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا ما جاهدوا إلا تحت راية الإمام. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إذا قيل لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استنفرتم فانفروا، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة إنما يجاهدون تحت راية الرسول أو الراية التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل عليها قائدا نائبا عنه، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وما عليه المسلمون، وهذا مذكور في العقائد أن الجهاد مع الأئمة، أن الجهاد يكون مع الأئمة، هذا في كل عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. نعم. وهذا سائل معالي الشيخ يقول ظهرت في الآونة الأخيرة قنوات فضائية وهذا يستلزم التصوير حتى تظهر صورة المتكلم ويلزم من ذلك، يقول ظهرت في الآونة الأخيرة قنوات فضائية يستلزم لذلك التصوير ويستلزم منه اقتناء التلفاز، فما حكم اقتناء التلفاز مع أن الغالب فيه من القنوات الأكثر فسادا والقليل فيها الخير؟ أنا قلت لكم تجنبوا هذه الفضائيات عموما، الذي يريد السلامة يتجنب هذه الفضائيات ولا يدخلها في بيته. نعم. وهذا سائل يقول ما حكم تكرار الصلاة على الجنازة بعد دفنها من عدة جماعات وخاصة بعد صلاة العصر؟ لا بأس، الذي لم يصلي عليها يصلي عليها ولو بعد الدفن، لا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الموتى الذين لم يصلي عليهم قبل الدفن، ذهب وصلى على قبورهم عليه الصلاة والسلام، فالذي لم يتمكن من الصلاة على الجنازة قبل دفنها
صلي عليها بعد الدفن. نعم. حتى لو تكررت معالي الشيخ؟ ولو تكررت الجماعات عليه هذا زيادة خير، هذا زيادة خير ودعاء للميت. نعم. وهذا سائل يقول: هل يسوغ لمن درس في كلية الشريعة ودرس بعض الدروس أن ينقل الفتوى أو يبدي رأيه إن سئل من العامة؟ إذا كان عنده أهلية يعرف الحكم بدليله من كلام أهل العلم، هم مجرد كلام أهل العلم ولا يعرف الدليل المستند عليه، إذا كان يعرف القول ويعرف دليله من الكتاب والسنة فلا بأس أن يفتي به. نعم. هذا سائل معالي الشيخ يقول: بارك الله فيكم، ما هي الطريقة الصحيحة للدعوة، وما حكم الانتساب لبعض الجماعات الدعوية؟ الطريقة الصحيحة للدعوة اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه هو إمام الدعاة. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال له أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. فراجع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة وكيف كان يدعو الناس، وسر على منهجه صلى الله عليه وسلم. أما المناهج المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة ولمنهجه في الدعوة فإنها مرفوضة تمام الرفض. نعم. هذا سائل معالي الشيخ أو هو أقرب إلى الدعاء والطلب، يقول: أنا أبلغ من العمر 47 سنة، متزوج ولم أرزق بذرية، وتحملت كثيرا من الديون والناس يطالبون بحقوقهم، أرجو أن تدعو الله سبحانه وتعالى لي أن يرزقني ذرية صالحة، وإني أفكر بالانتحار. نسأل الله العافية. الذرية مطلوبة، وأنت بذلت الأسباب، أنت بذلت الأسباب لحصول الذرية ولم تحصل، فعليك أن تفوض الأمر إلى الله، ولا تدري ما الخير فيه، ربما أن الخير لك بعدم الذرية، الله أعلم. هذا من ناحية. الناحية الثانية: لا تيأس، فقد تكتب لك الذرية في آخر حياتك. هذا إبراهيم عليه السلام بلغ 80 سنة ولم يأته ذرية، إنما أتاه بشر بالولد بعد 80 أو على رأس 80 عليه الصلاة والسلام. قال: أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تقنط يا أخي، أما الانتحار فهو جريمة كبيرة وموجب لدخول النار. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم. وفي الحديث أن رجلا جزع من المرض وقتل نفسه، قال الله جل وعلا: بادرني عبدي بنفسه أوجبت له النار. لا يجوز أن الإنسان يقتل نفسه مهما كان من الظروف والشدة، ويصبر ويتحمل ولا يقتل نفسه. نعم. هذا سائل معالي الشيخ يقول: رجل صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة فصلى مرة أخرى، ما حكم ذلك؟ لا بأس، صلاة على الميت لو تكررت زيادة خير ودعاء له، لا مانع من ذلك. نعم. هو يصلي بنفسه؟ نعم، يصلي في المسجد ثم يصلي في المسجد. ما في مانع، تمنعه لا يدعو الله للميت، ما في مانع. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم توزيع الماء في المقبرة
أثناء دفن الميت. هذا شيء جديد ونخشى أنه يتطور وتوزع الوجبات السريعة وتوزع الصدقات عند المقابر ويتوسع الأمر، لا يفتح هذا الباب، واللي يعطش يخرج من المقبرة ويروح يشرب من البرادات ولا من بيته، الحمد لله، مع أن الوقت فيه قصير ولا أحد هالك من الظما دفن الميت، فلا نحب أنه يفتح هذا الباب. نعم. هذا سائل بارك الله فيكم معالي الشيخ يقول: هل يجوز للأب أن يقرأ على أبنائه الصغار وهم غير موجودين عنده؟ يعني يورد عليهم لا بأس، يدعو لهم ويورد عليهم أن يحفظهم الله وأن يقيهم الشر ويعوذهم بالتعويذات الشرعية، لا بأس بذلك، هذا من الورد. نعم، يورد على نفسه، يورد على أولاده، يورد على ماله. نعم. وهذا السائل يقول: معالي الشيخ، كثر في الآونة الأخيرة الدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة، وكثر من بعضهم تليين مثل هذا الأمر، نريد أن نسمع رأي معاليكم في هذا الأمر. نعم، إذا ترك الشيعة مذهبهم الباطل وجاءوا معنا الحمد لله، أما أننا نذهب إليهم ونترك ما نحن عليه من الحق إلى باطلهم فهذا لا يكون إن شاء الله، أو أننا نرضى عن مذهبهم ونقول كلا على مذهبه كلا على حق نحن وأنتم فهذا باطل، لا يمكن الجمع بين الضدين أبداً.